أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي إذا تشوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من الأرقام اللي إذا تشوفوها بالأسفل. في حال ما تتأمل الاتصال وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب برسالة مكتوبة. أتمنى أنه تكون الرسائل مالتكم مطبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، ونعرف من اللي كتب لنا ومن وين جتنا الرسالة بخصوص المواضيع اللي راح نعرضها على الشاشة بعد قليل، أو بالمواضيع اللي أنتوا تردون تحجون بها ببرنامج صوتكم لهذا المساء. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الصحة. الكل يعرف أنه العراق الملف الصحي بي منهار ودي يصير إلى الهاوية، واقع متردي تعبان نتيجة للفساد، نتيجة للإهمال، نتيجة لوصول أناس ما تفقه شيء لا بالإدارة ولا بالطب ولا بقوانين العمل الإنساني ولا برسالة الطب إلى العالم، وهي أنه موجودين لشفاء الناس وخدمة الناس. تخيلوا كل شيء يصير تحت أنظارهم وتحت أنظار أعضاء مجلس النواب، تحت أعضاء مجالس المحافظات، هذا كله يصير وهم كأنما ما يشوفون شيء، مسادين عيونهم على اللي يصير. مدير عام صحة البصرة للسنة العاشرة على التوالي يتغاضى عن إكمال مركز الأورام تحديدا الطابق الثالث بوسط اكتظاظ الأسرة بالمرضى. تعالوا نشوف هذا الفيديو اللي يتكلم لنا به ناشط عن مركز الأورام في محافظة البصرة. البصرة بعد معاناة من 2011 لغاية الآن ننتظر مدير عام صحة البصرة يتابع وياكم مركز الأورام اللي أسعته حاليا 60 سرير، وبالتالي بيطابق 30 سرير متروك. خاطبكم مرة واحدة وترك الموضوع، وبالتالي المنافع النفطية نحن كبصريين انحك فيها. وأيضا باعتباره مدير عام صحة البصرة متهي بالعيادات الطبية وبالخصوص عيادته اللي فيها أشعة ومفراس ورنين ومتابعها وما متابع حياة الناس، فارتئينا احنا نجي نتابع حياة أهلنا وناسنا. طابق بمركز الأورام متروك من زمن خلف عبد الصمد، ومن سنة 2012 أو 11 لغاية الآن ما حد حرك ساكن. يعني ما معقول المريض جاي يكسر على الجرعة، يعني هو يريد يموت ماكو مكان يموت فيه، يعني باقيين 3 أيام 4 ويموت والدخان غزانة. وإحنا إن حق عليكم يا مدير شركة نفط البصرة ومدير عام صحة البصرة بدل ما تعرفون عنده 3 مستشفيات ما يقدر يديرون، وبالدليل هذا الطابق من 2011 متروك والله لو متابعة شاصات بالقرآن، لو متابعة شاصات مثل صالات العمليات اللي من سنة 2019 مكتملات بنسبة 95%، لما ما تحركني عليها يا الله اجت الناس تسويه. بس ما ندري مدير عام صحة البصرة شنو عداوته ويانا، ما ادري يا اخي انت شعدتك ويا الخاص، يا اخي انت شعدتك ويانا مدير عام صحة البصرة، لا اعضاء مجلس محافظة يحاسبونك، لا نواب يحاسبونك، لا وزير يحاسبك، انت وزير صحة من اجيت وقلت الصحة افضل من بريطانيا، على شنو استندت؟ يا اخي انت واقف بصف الصالات مال العمليات وسدوها، تدخل العناية مسوينا سراميكم مخالفة للشروط الصحية، تجي مركز أورام ما شفته. فبالتالي إدارة مركز الأورام خاطبت حسب ما وصلنا المصدر وقت كتب وجنة من خلال مصدر، خاطبت إدارة قسم الأورام، ولكن متابعة من إدارة صحة البصرة ومن أقسامها ومن قانونيتها ومن مهندسيها ومن تفتيشها ماكو. مركز الأورام التفتيش وظيفته بس على البصمة، التفتيش انت مو وظيفتك ترفع البغداد، مدير عام صحة البصرة أخويا الناشط ما عنده مشكلة وياك أنت بالتحديد، إحنا عندنا مشكلة ويا مدراء عامين دوائر الصحة بالعراق كله. كم محافظة بالعراق؟ كم دائرة إدارية أو قصبة أو ناحية أو محافظة أو أحسب شقد أكو مدراء عامين لدوائر الصحة بالعراق؟ ذولا كلهم عندهم مشاكل ويا العراقيين. مشاكلهم ويا العراقيين أنهم مو إداريين، هو اسمه مدير عام بس هو ما يفتهم شيء، ما يفقه شيء، ما يعرف شيء بأصول الإدارة. البصرة اللي كان اسمها عروس الخليج العربي اللي تعدادها ما يقرب 3 مليون 124 ألف وكسر،
ونص تقريبا. دول لما تحطون لهم 60 فراش بمركز الأورام، وهي أكثر محافظة عراقية تعاني من الأورام السرطانية. اللي ما يعرف ليش، لأنه بالبصرة أكو أغلب الحقول النفطية، والنفط لما يستخرجوا أكو يا غاز، هذا الغاز اللي العالم تستفاد من عنده، أكو ناس تصدر الغاز حتى تستفاد من فلوسه، وأكو ناس تستخدمه بتوليد الطاقة الكهربائية. والعراق من المفترض أن يستخدم الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، لأنه مولدات الكهرباء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية اللي موجودة بالعراق كلها تشتغل على الغاز. بس احنا الجماعة يقول لك احنا عندنا غاز يطلع ويا النفط، ليش نستفاد من عنده ونشغل الكهرباء من عنده؟ لا، احنا نستورد غاز من إيران وهذا نحرقه. لما نحرقه شي يصير؟ يصير دخان اسود. شي يصير بالجو؟ يتلوث. شنو ابعاد التلوث؟ امراض سرطانية. المدينة اللي تعاني اكثر شيء من الامراض السرطانية بها 60 فراش. العراق اللي بيزدياد مضطرد بنسبة الإصابات بأمراض السرطان، مراكز الأورام اللي موجودة اليوم بالعراق ما ترقى للعدد اللي موجود بالعراق. هذا كله جانب. الجانب الثاني، ذن المراكز الحكومية، بما أنه عندنا وزير صحة يتبع إلى ميليشيا، فهذا الوزير مدار الانبال. ليش؟ لأنه أكو مستشفيات أهلية تابعة إلى ميليشيا، تابعة إلى مسؤول، تابعة إلى خال، تابعة إلى جد، تابعة إلى عم، تابعة الحجي، تابعة ما أدري منه، تابعة تاج راس منه ما أعرف. بس ذني لازم يستفاد من عدهن التاج الراس هذا، فيقول لك أنا بنيت مستشفى هو فلوسها كلها ماخذها من السرقات اللي صارت بالعراق من 2003 لليوم، فيقول لك أرد أطلع فلوسي. شلون يطلع فلوسه؟ يجيبوا لك وزير محترم حباب وردة وآدمي، يخلوه يقعد على كرسي، يقول لهم شكوا مستشفى حكومي تفلشوا. شلون تفلشوا؟ بهاي الطرق. علاج ماكو، دكاترة ماكو، عاملين ماكو، نظافة ماكو. ذكرنا النظافة، تعالوا نطلع من البصرة ونروح وين؟ البغداد، هاي العاصمة. نانا مستشفى الكاظمية. مستشفى الكاظمية أحد المواطنين وثق لنا الفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية، يبين لكم الحال المزري والمتردي بداخل ردهات المستشفى والممرات، ويتساءل شنو سبب تراكم النفايات جوا مستشفى الكاظمية، ويا ترى شنو أثرها على المرضى وعلى المراجعين. تعالوا نشوف سوية. هاي سلت ممرات مستشفى الكاظمية بالعالم كله ما صايره. شوية حلوي الطابق الأول، ردهت الكسور والصدر، ردهت العاش. هذا مستشفى الكاظمية، هذا الطابق الأول، ردهت الصدرية، هذا البلكونة، هذا الدرج، اللي يشوفون العالم الوساخة الموجودة بالكاظمية، مستشفى الكاظمية العام. زين، هاي البلكونة، هاي البلكونة هيجي. بعيدا عن الوزير، بعيدا عن المفتشية مال الوزارة، بعيدا عن مدير عام الصحة، بعيدا عن كل هؤلاء، أرد أسأل القائمين على هاي المستشفى والقائمين على أي مستشفى اليوم بالعراق حكومي أو خاص، عوفوا الأهلي همين على صفحة، راح تقولوا لي لا الأهلي أنظف من هاي، أوكي لأن بها فلوس هواية. قل لي بيتك يا مدير مستشفى الكاظمية تقبل يصير هيك مكب مال النفايات؟ تقبل؟ تقبل بيتك ابنك أو بنتك يأكل تشيس شيبس ويشمر تشيس بالقاع والنفاضة تملي والزبالة توقع بالقاع؟ تقبل الوساخة تصير داير مداير البيت؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، احنا هنا نحكي على مستشفى، والمستشفى متعودين احنا بالعالم لما نروح الى اي مستشفى بالعالم، خصوصا يعني حتى بالعراق قبل، كانوا اكو هواي ناس يقول لك انا اكره ريحه المستشفيات، ما احب اطب لها. شنو القصد من اكره ريحه المستشفيات؟ المستشفى لها رائحه خاصه، ريحة المعقمات والمطهرات اللي يستخدموها بالممرات والحياطين والأسرة وهواية أمور. حتى بالطوارئ لما يطب مريض للعاجل بالطوارئ يخلوا له وصلة قماش أو قطعة من الكلينس ورا ما يطلع، يجون يمسحوه بمعقم المكان خوفا من انتقال
ميكروب أو فيروس من مريض إلى مريض آخر، لأنه ما يعرفون الحالة الأولى شو تفرق عن الحالة الثانية، والحالة الثانية شنو قابليتها لاستقبال الفيروسات والميكروبات، فتكون مطهرة أول بأول. تخيلوا مستشفياتنا هيك، إذا المستشفى هيك الدوائر الرسمية البقية شلون حالها؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود يانا من نور الهدى تقول: قبل أسبوع رحت المستشفى الكاظمية، الوصاخل بيها فظيعة. وأحمد فارس يقول: البصرة كل مستشفياتها صفر الخدمات. وأحمد الشمري يقول: كل المستشفيات بهذه الوضعية بلد بيد اللصوص. ومالك المحمداوي يقول: متعمدين يشردون المواطنين حتى العصر الناس تروح للعيادات الأهلية والمستشفيات الأهلية. ليش؟ حتى يدفع دم قلبه بعيادة أهلية أو مستشفى أهلية. أم ياسمين من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان البلد، كان البلد نظيف، وإحنا بذاك الزمن كنا الدول المتقدمة بصناعة الأدوية والعلاج، العلاج السرطان اللي كثر هسه. أول انكثر السرطان من تلوث البيئة، الشطوط الأنهر يعني عليها بها النفايات. هاي النفايات والأبخرة والدخان، هاي هي الصير. بحيث أنا رحت مستشفى الأطفال ماكو أدوية للسرطان للأطفال، وزادت السرطان. لأن أوقات أكو أدوية يجيبوها مو طبيعية والله، يعني مو طبيعية. أنا هسه مو رحت أروح للصيدلي ما أشوف الأدوية هي الصحيحة. يجوز محورة وبيئتنا ملوثة. أتمنى يكون كل مسؤول هسه يرجع البلد وخيراته اللي كان الزراعة، يعني فلشوا الزراعة سووا سكن. شوارع كلها مدمرة، الأنهر يصير عليها هذا مجاري. فترة اجت شركة سعودية غطت يعني فحصوا الماء، قال هذا الماء مال شط العرب كله ملوث. ليش الأنهر كلها ملوثة؟ يعني شنو المجاري مال نفايات المستشفيات او مال البيوت الكبانين على الرصيف، وهذا وين يروح؟ يروح على شط العرب. فهذا تلوث هو، فراح تزيد عندنا. احنا البصره ازيد شيء بالتلوث. ازيد شيء، والماي نزل ارتفاعه همه، مع ان دول الجوار همه ساعدت بهذا التلوث، سدت سدود، ومناك همه الحدود هم نفس الشيء. فالريد من الله واهل البيت الناس تتعلم، يعني احنا درسنا وشاركنا بعلاج المرضى، شاركنا بمواصلة الناس بعلاجهم، ونروح ونجيب ناس تعبانة. بس هسه هذا السرطان هذا راح يصير محور محاور، يعني يتحور من شيء إلى شيء. مو بس السرطان، بعد هسه أكو هذا مرض هذا شو يسمونه، هذا الهيتشي ما جنسي شو اسمه خالد، ما أدري ما فاضي مرض هذا راح يجي هسه. منين يجي هذا؟ يجي عن طريق الأكل، N3H، عن طريق الهايد، ها؟ N3H. أي نعم. أي هذا أي يجي عن طريق الأكل، عن طريق الملابس. هاي الملابس اللي قاعد تدخل لنا ويبيعوها، البالات والهذا. فالله يستر، الله يستر. فأتمنى الدولة تنتبه لصحة البيئة. البيئة هي أهم شيء، بيئة الإنسان. الماي مالتنا، يعني أنا فترة كنت أخذ ماي ما عندي أنا درام، لأن هم الدرام التانكرات مو مثل قبل. قمت أخذ هذا ماي اللؤلؤ أجيبه من بغداد، واغسل عويناتي، أروح للطبيب يطيني، يعني بحي طبيب أنا عارفه القديم مال عيون، لقيت واحد مخليه ولابس له كمامة، فهو بالباصات ما أخذه مني، قال لي عارفه كان خاله لا تطين باص 20. فطبيت له، قلت له وين الدكتور فلان؟ يعني مع الأسف قلت له أنا رحت الدكتور، اعطاني قطرة يعني لوثت عيني، سوت عندي فتحكة وتحسس واختنقت، ظليت عاطس والله. بس أنا حسب خدمتي، لأن خدمة كنا دراسة حلوة، معاون طبي درسنا وخدمة، يعني صدق خدمة. خدمنا الناس، ساعدنا والله. ومع أن أنا تأذيت ومجروحة يعني رحلت بنتي، بس بعدني أنا طيبة ونظيفة، وحاول أنصح الناس الله يديمك لا تبون الزبالة لا هذه. نعم. والله يا خالد.
نعم. شكرا شكرا لك ام ياسمين. يعني ام ياسمين ذكرت شغله عن 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 تلوث انهر البصره وشط العرب بالذات. شط العرب هو المصب، مصب نهر دجله ونهر الفرات. فلما الانهر ملوثه من شمال العراق الى جنوبه، فالتلوث كله يصب وين؟ بشط العرب. هذا اضافه الى ذلك انه انخفاض مناسيب نهري دجله والفرات بسبب تقليل نسب العراق او حصص العراق المائيه من دول المنبع، إضافة إلى تحوير إيران إلى أكثر من 40 نهر وقطعها عن العراق، خلى المي منسوبة ينزل، مياه الخليج العربي عالية، فش قام يصير؟ مي الخليج قام يطب على شط العرب، وازدياد نسبة الملوحة بشط العرب بسبب عبور مي البحر من الخليج العربي إلى شط العرب. التلوث هنا ما عبر وقال لك وصل الخليج العربي، لا، رسخ بشط العرب. فالمي الملوث ده يبقى، ده يزيد وده يكبر، والبيئة الملوثة ده تكبر أكثر وأكثر وأكثر. ومن مصايب تلوث المياه اللي أذكرهن بلهارسية، ملاريا، كوليرا، أمراض باطنية كثيرة وأمراض جلدية، هاي كلها تسببها تلوث المياه. يا ترى القائمين على ملف المياه العراقية إيش وقت راح يحسون؟ هاي ما ندري، بس أنا عندي سؤال واحد. إحنا عندنا بالعراق وزارة اسمها وزارة الموارد المائية، أتمنى واحد يفهمني هاي الوزارة إيش تسوي. ما حد يقول لي. اليوم قضايا ومشاكل وفضائح الخطوط الجوية العاملة بالعراق هواية وإلها بداية ما إلها نهاية. اليوم تخيلوا مسافر عراقي يشكو من تأخر رحلته على متن الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي بسبب غياب المتابعة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية، واللي ده تنعكس بالسلب على حال المسافرين بالعراق بسبب فساد شركة الخطوط الجوية العراقية أو الناقل الرسمي للعراق. تعالوا نسمع. هاي الناس كلها القاعدة ده تشوفوها منتظرين طيارة. الطيارة على الساعة 7 بالجو. هسا الساعة بيش اخوان؟ هسا 7:30. معالي وزير النقل، انت صدق تحكي؟ يابا الطيارة وين؟ صارت 7:30، المفروض الطيارة بتجو 7:00. قالوا الاخوة الان خطوط الجوية العراقية انه الطيارة موجودة بالكويت وراح تطير بالكويت وتنزل بالنجف، تنزل نص العبرية بالنجف وترجع تنزل نص العبرية بمطار بغداد، ويراد لها تأهيل ساعة، فالموعد من 7:00 صار 10:00. يعني أنا أبدأ أسأل الآن وزير النقل سيد عبد الرزاق محيبس اللي حاط صورته بكل مطار بغداد، يصير هيك فشل ذريع؟ يصير هيك طيارة؟ إذا ما عندكم طيارة ألغي الرحلة. أقول يا بي يوم الأربعاء ماكو رحلات. زين أنت جايب هاي العالم ممدد هنا 3 ساعات 4 ساعات وتقول لهم طيارة ماكو. الطيارة تجي من الكويت تفرغ بالنجف وترجع تفرغ ببغداد، ولازم تجيها الساعة يلا تصعدون انتم. إذا هاي دولة رئيس الوزراء، إذا هاي دولة قز بهيج دولة، قز بالدولة اللي انتم تديروها وهذا الفشل موجود. زين انت مو جيت وصيحت على مدير مطار بغداد وجبتون مدير مطار بغداد ما عنده شهادة، ويوميا بدلين مدير خطوط جوية عراقية. معقولة مطار بغداد يطلع واحد من الأخوة الشباب يقول إخوان الطيارة ماكو، الطيارة بالكويت راح تطير هسه من الكويت وتنزل بالنجف وترجع تنزل ببغداد، وبين ما تتجهز انصاعدكم بالعشرة. زين إخوان الموعد مو 7:00، المفروض الطيارة بالجو. إذا أكو هيج فساد مرعب بالخطوط الجوية العراقية وبمطار بغداد وعد وزير النقل ماكو. أنا أرد أسأل عبد الرزاق محيبس وزير النقل العراقي، أخويا أنت مبيت محبس بيد واحد من الركاب وجاي تدور عليه؟ أدري من 7 للـ10 شنو الفيلم. زين معقولة معقولة الخطوط الجوية العراقية الأسطول مالتها ما بي طيارة ثانية تطير بالـ7 ده تنتظرون طيارة موجودة بالكويت تطير من الكويت للنجف ومن النجف لبغداد وتفرغ حمولة هنا وتفرغ حمولة هنا ويرجعون يزودوها وقود ويصعدون الجناط مال دول الركاب وراها يصعدون دول الركاب وراها ترجع تطير مرت اللخ؟
قلوا لي الطيار نفسه شنو شعدنا شركة ماتاتة كم طيارة عدنا بالعراق احنا هاي الخطوط الجوية العراقية هاي الناقل الرسمي الطائر الأخضر هيك حالة الكل يعرف انه مهام شركة النقل الجوي انه هي تقلع وتوصل الى وجهتها النهائية على الموعد مو مثل الطيارة من الخطوط الجوية العراقية موعدهم بالسبعة يقولوهم لعشرة هذا الطبيعي اليوم عندنا مواطنين سافروا على متن شركة فلاي بغداد سيئة الصيت واللي ما صارت عندهم مشاكل لا بالأكل ولا بالمقاعد ولا باب الحمام مفلش ولا بالتأخير لا يقول لك طارت الطيارة بموعدها ونزلت بالموعد والأمور طبيعي وتمام وهذا حلو والناس مستغربة شلون شركة فلاي بغداد هيك سوت وراها بما أنه الشركة احنا نقول عليها سيئة الصيت وهي بمعنى الكلمة طلعت المشكلة لا بالطيران ولا بالمشاكل الخدمية الجوة كملوا المسافرين طبوا للمطار عبروا الضباط الجوازات راحوا يستلمون الجنط يا بجنطنا وين هنا كانت المفاجأة شركة فلاي بغداد طارت الطيارة ناسية تشحن الجنط تخيلوا تعالوا نسمع ماكو جايبين نقص بالهاي فلاي بغداد ما دازل الجنط مال العالم كلها ما عليها جنط هاي وضعيها فلاي بغداد ما جزء من سوالفهم تعبان طبعا هاي الجنط كلها من فلاي بغداد جاية بزدني وذول العالم كلهم خطيه جنطك وين اخوي بل يقول بغداد يقول بعدها بغداد عمو جنطك وين والله بعدها يقول بغداد هاك يعني ماكو هيك هذا الرجال يقول الخلل مو من عندنا الخلل من بغداد ما شاحن الجنط كلهم ويقول باكر تجون تاخذون جنطكم زين شلون بهالحاله انت هم جنطتك ماكو لا موجوده ما نصير هاك يعني هاي وضعية هاي الله يقبلها وهناك عالم كلهم جنطهم ما جاي بفلاي بغداد يقولون الخلل من بغداد هم ما دزوا الجنط هاي واحد جاي تجنطة الجنطة الثانية ماكو وما أدري شنو هم دولة دولة خطية أصلا ولا جنطة جاي يعني هاي وضعية هاي فلاي بغداد سوالف التعبان كل يوم طلعت لنا شغلة جديدة هاي لازم يسجل اسمه وباكر يخابروه يجيب من المطار يجي للمطار وبعدين يرجع واحتمال ماكو جنطة زين هن جنطتين طبعا سور الطيارة جنطة موجودة وجنطة ما موجودة شنو السبب شنو عامل النقل اللي موجود بالمطار إذا تعبت ما بيحيل يشيل الجنط يعني وزير النقل ده تشوف عين أبو الله لا يوفقني جاي تشوف شنو جنط مواصلة ما أدري نصها واصل نصها مواصل شنو الموضوع هاي الشركة شو وقت راح يجي واحد ويقولها يا بوقفي حدش هاي هوب لهنا أنا وبس يومك الجامد يومك المعفن يومك المصالح يوم مي ما أدري شلونه يوم الباب ما الحمام مكسور يوم بالجو والتبريد مالتها يعطل يوم تتأخر يوم الجنط ماكو يوم الطير من النجف رايحة لوكسمبورغ الطير من بغداد رايحة لوكسمبورغ تنزل بالنجف شنو الموضوع واحد يفهمني عندنا قضية الأخ حكينا عليها هواية واللي على ما يبدو أنه ما إلها حل لحد الآن عندنا ناس تناشد الجهات الحكومية من رئيس الوزراء وانزل والقائمين على القطاع النقل الجوي منها سلطة الطيران المدني يا بل قلنا حل لمعاناة المعتمرين العالقين بالسعودية بسبب عدم توفر طائرات تنقلهم من السعودية لبغداد أو للعراق وتأخر الرحلات قضية المعتمرين العراقيين طالت وبدت لما انفرضت غرامات وعقوبات على شركة فلاي بغداد سيئة الصيت وألغيت كافة رحلاتها هذا الشيء اللي خلى الناس عالقة هناك وماكو أي بادرة حل لحد هاي اللحظة تعالوا نشوف أخوانكم المعتمرين الآن في السعودية خلصوا ما يقارب أكملوا مناسك العمرة ما يقارب الست أيام الآن طيران لا يوجد طيران ننتظر حل لحد هذه اللحظة ولحد الآن ماكو حل للطيران نقل المعتمرين الحجيات نسوان كبار يفترشون الأرض حجيتنا شنو الوضع الآن بعدين بالفندق ناس دوام مكان مدارس مشكلة
ناس كبار تعبانة، شياب خلصت فلوسهم الآن يفترشون، والآن مظاهرات للتحقيق مطلبهم وهو العودة إلى أرض الوطن. السيادة رئيس الوزراء والسيد وزير النقل، شنو معاناتكم حجينا؟ معاناتها صارنا يوم رابع على الحملة ما طال الناس رئيس الوزراء الناس وزير النقل اللي سوينا حل يعني بالحالة هاي الناس تعبانة الناس تعبانة فلوسة يعني جاي تنفذ ما عاد ناس كبار ناس مرضى الان عوائلنا حجياتنا دواهم خلص هنا الدواء اللي موجود حاليا 50 الى 60 الف عندنا حجيه موجوده بالطابق الفوق الطابق السادس او السابع الان الحجيه متاذيه كلش ومغذيات وكذا هذه الامور الامور تعبانه عندنا عجائز مش تعبانه لانه هذا الوضع ما يصير لا علي ولا صحيح يعني احنا صارنا 10 ايام هسه لنا 14 يوم زين اكلنا علينا زين والله تعبان انا موظف هسه بالسجن انا موظف خذت اجازه 15 يوم شنو ذنبي انا شنو ذنبي هذا الوضع هاي بالنسبه لهذا الوضع يعني هذا مثل ما تقول وصلت عار على الحكومه العراقيه يعني شرفك عجوز الله هنا مثل مجادل والله عيب والله خزي عيب ليش يعني شرف بدل ما يوفرونا طيران حتى ينقذوني خلينا نروح معك انا والله العظيم عندي قلب يعني شنو ذنبي لا سبيل يا احنا هسه فلوس ما عندنا وين نروح للزباله ناكل وما نروح للزباله ناكل فلوس انطينا روحه وجاي احنا شنو علاقه يوم اللي انا خامس مين الفلوس انا ثلاث وجبات والسوق كله غالي وين رئيس الوزراء لا يدخل يشوف لنا شارع عمي عندك وزير النقل كذلك وصل له ذكر وزير النقل سابقا انه 15 طائره سوف تنقل المؤتمرين من السعوديه الى العراق. ها مشكله المؤتمرين، تعرفون المشكله وين؟ انه الخطوط الجويه العراقيه مدى طير، انه هو قال لك 15 طائره تنقلهم، بس الفلوس اللي راح تندفع بالمطار من تشغيل بورد وتشغيل ممر وجيت والسير مال جناط وهاي الامور والبنزين اللي يندفع الضريبة اللي تندفع بالمطار هاي كلها لازم تندفع. الإشكالية موجودة بهاي الفلوس اللي انحجزت فلوس للفلاي بغداد وما يرضون يدفعون من أدها حتى يرجعون الناس. حسين أبو علي يقول فلاي بغداد لا مواعيد مضبوطة لا وجبة غذائية مضبوطة لا طائرات بها خير وين التعبانة جايبيها والنوب الحقائب ماكو. نبيل لماذا السكوت على هذه الشركة الفاسدة؟ لأنه يملكها عمار الحكيم. وأم زهراء شعبان تقول فعلا صارت ويانا رجعنا بيها من مطار مشهد تفاجأنا بمطار النجف الجنط ماكو تالي دزوهن ويا طيارة إيرانية. صلوات أبو مصطفى مهازل مع مطار بغداد دولي اللي كان واصل لأوروبا عمي ما معقولة هذا يصير هذا بالعراق تحجون صدوق أدري وين وزير النقل عن هذه الإخفاقات فهذا اللي دي يصير في العراق. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. استاذ عصابة أنا ما سميهم حكومة دولة مثل 2003 الحكومة تفكر بتوفير الخدمات إلى شعبها. نعم. فدولة مو حكومة دولة عصابة. نعم. هاي العصابة من 2003 أولا أنا أحكي لك مختصر عدد سنة شهر تموز 2003 نعم. دعونا إلى اجتماع لشركات وزارة الصناعة. نعم. بالمسح الجيولوجي ولو تسمح لي شوية أحكي لك هاي السالفات هاي التاريخ مهم هذا دعونا إلى اجتماع بالمسح الجيولوجي البديل لوزارة الصناعة في حينه اجتماع ويانا المشرف على وزارة الصناعة والمشرف الأمريكي بالنص اختصروا كل الاجتماع بأنه لا تفكروا بالمستقبل القريب أن هناك وزارة صناعة حكومية جميع المصانع اللي هي عدد الشركات كانت بقتها 105 شركة اختزلوها إلى 70 إلى آخره كل هاي الشركات سيتم بيعها وخسخفتها لأنه الحكومة ما عندها استعداد تتبع رواتب الموظفين اعكس هذا على يا ملف اعكس على ملف وزارة الصحة اعكس على ملف وزارة النقل اعكس على وزارة التجارة دول الناس ما يردون أبسط شيء مستشفيات
هم امريكا احتلتنا بال 2003 لا عاد ال 140 مليار دولار الميزانيه العراقيه وين تروح؟ لهم 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 حبيبي استاذ لهم 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 مخصصات وبعد يطلعوا لهم شفت قانون جديد يشرعوه حتى يخمطون. لا لا الشعب وين الشعب؟ والدليل ابسط مطره سهنانة بريطانيا تمطر بالسنه 150 يوم بالسنه. نعم. ولا في يوم انا مشيت بشارع غرقان. نعم. بينما انت بالعراق العالم تندع ان شاء الله ما يطول المطر، لان اذا طول المطر ايش راح يصير؟ فاضت الدنيا راح تغرق الشوارع كلها راح يصير عطل. نعم. فلذلك هم مفكرين لي قدام ما يردون يخدمون هذا الشعب جايين. نعم. بهاي يردون يخمطون الحون. وزاره الصحه يأسسون مستشفيات جديده كلها لهم احتياجات جديده هذا طبعا. حتى وزارة الصناعة يأسسون مصانع جديدة لهم، يعني حديد والصلب بارحة وكان قبل فترة طلعت على حديد والصلب، الحديد والصلب أكو معمل إيراني بصف المعمل حديد والصلب العراقي اللي هو أفخم معمل بالشرق الأوسط في حينه. نعم. إذن هناك برنامج مخطط ومبرمج لإزالة كل شيء حكومي من وزارة الصحة إلى وزارة التجارة، وزارة التجارة كانت أحدث أحسن مواد تجيب، وأغلب الجهات اللي يجيبون بعدها ممتلكة من قبل العراق. الله 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 يذكره بخير الدكتور محمد مهدي صالح الله يطول عمرهم، كان ب 192 مليون دولار يوفر غذاء للعراق، قول في اثنين قول نص مليار، هسه قول زاد العدد قول مليار. الاموال لي بس عبد الفلاح السوداني خم اطلع 10 مليار باقل من سنه، فدولة بالمحصله النهائيه عصابه ندعو من الله انه يخلصنا من عندهم ان شاء الله. شكرا لك الله. ناشط تتحدث عن أزمة السكن بالبلاد ويطالب بالتخطيط من أجل حل مشاكل السكن وتوفير الدعم الحكومي بظل التدهور الاقتصادي وغلاء معيشي خصوصا بالأسعار السكنية. أكو شركات متخصصة ببيانات العقارات والأسواق أكدت وجود طفرات كبيرة ليشهدها السوق العقاري بالعراق، واللي أكد وجود عمليات غسيل أموال ضخمة تتبع إلى سياسيين ومتنفذين. شركة ستاتستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين عن حلول العراق قالت أن العراق حل بالمركز الرابع عربيا بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي 2024، ولفتت أن الطفرة اللي صايرة بالعراق مو مسبوقة نتيجة فساد المستشري بالبلاد وغسل الأموال، وتجاوزت أسعار العقارات ببعض أحياء بغداد نظيرة أسعار العقارات اللي موجودة في أوروبا وبعض العواصم العربية رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطن. تعالوا نسمع الناشط. طبيعي العرصات والأملاك حقيقة اليوم والله فرحانة الوزارات والاستثمار والغيرها والبلديات والمحافظة والله سوينا مجمعات سكنية. تعرف المجمعات السكنية حضرتك يعني جدا غالية 200 مليون و300 مليون وتوصل 500 مليون هاي في النجف. وبغداد سويت مجمعات سكنية في مطار المثنى كلها 400 و500 مليون. يا عالم متعففة يا عالم دخل محدود يا موظف يقدر يشتري 400 و500 مليون، شو يشتغل هذا الموظف؟ اريد افتهم. الناس تطلع متقاعدة 30-40 سنة ما يستلم عرصة. هاي صحراء النجف وكربلاء وكل مناطق بغداد ومكان ما تتقطع وتروح تجاوزات العصابات الأحزاب كلها تدري بيها، ومن ضمنهم حضرتك يا سيد رئيس الوزراء. مشكلة الإسكان كبيرة، جرت قلم وتصويت من مجلس الوزراء يبلغون كل محافظ هذا الرعاية وهذا أمراض سرطانية ويوزعوا له على حسب منطقته قضاء ناحيته مدينته. وتنعل إذا كل عراقي يستلم استحقاق عرصة. اليوم عندنا 5 ملايين موظف، لو بس هذول يستلمون راح ينزل السكن ماكو اسعار. اليوم هاي بربي الافضل شقه بسليمانيه بسده فاتر، تروح انا رايح الكثير المصر عندي مريض 3-4 سنوات والدتي الله يرحمها اخذها المصر، مجمعات سكنيه فلل الخليج يبنون ماكو 300-400 مليون. المناطق العشوائيه 100 مليون بالنجف بغداد بطراف بغداد الدوره وغيرها 200-300 مليون. العرصه السيد رئيس الوزراء حقيقة هذا موضوعي لا حضرتك ولا لقبلك ولا لقبلك، تحركوا عليه قطع عرصات نزلوا الأملاك انت من تطر، يعني موضوع جدا سهل. عندك البلدية عندها معامل اسفلت وعندها خدمات وعندها عاليات
يا اخي فتحوا مدن جديده، جيبوا مستثمرين حقيقيين، مو ب 340 100 و500 مليون بيوت اقتصاديه، وزعوا عرصات على نقابات العمال. حقيقه هذا موضوع جدا مهم. الناس قاعده بجار، قاعده بالعشوائيات، قاعده بالتجاوزات، الناس ما عندها. العراقي هذا استحقاقه، ويا التعب والضيم والتضحيه اللي قدمناه لبلادنا. مجمع بوابة بغداد اللي بالعاصمة العراقية بغداد يقول لك سعر الشقق 500,000 دولار، يا 500 مليون. نانا نروح إلى محافظة البصرة ولقينا ناشط تحدث عن تلكؤ العمل بالمجمعات السكنية بقضاء شط العرب محافظة البصرة بظل أزمة سكن خانقة بالمحافظة. تعالوا نسمع. هذا المشروع اللي أمامكم هذا صار له 12 أو 11 سنة متلكي، اللي يتألف من مجموعة من العمارات أو البنايات السكنية. أخوان إحنا مو نقول أزمة سكن ونعالج أزمة السكن، أشو هذا المشروع صار له بالعشرة 11 إلى 12 سنة متلكئ. أنا يمكن قبل أكثر من سنتين صورت لي فيديو بخصوص هذا المشروع. أخوان هذا بي يمكن أكثر من 1500 شقة، يعني حل أزمة السكن. أزمة السكن اللي كل إحنا جاي نقول أزمة سكن بالعراق خانقة ونحتاج إلى حلول لأزمة السكن. إخوان ترى هي مو بس شعارات، ترى مو بس كلام، ترى الشعب العراقي يريد تنفيذ. يعني هذا مجمع هنا، وأكو ثاني بالزبير، وأكو ثالث باب الزبير الصور، ولحد الآن متلكئات وبالمحافظات أيضا موجودة مشاريع. وزارة الإعمار والإسكان إلى متى تبقى تراوح في مكانها؟ يعني هذا المشروع إخوان إش وقت يبصر النور؟ إش وقت يكمل وزارة الإعمار والإسكان؟ أكو مشاريع مركزية في المحافظات متلكئة، ومنها هذا المشروع. هذا المشروع بمصلحة عامة للمواطنين، للعراقيين، هنا للبصريين. أكو أزمة سكن يا إخوان، هذا يحل من أزمة السكن. زين هذا البناء اندثر، يمكن حسب المختصين الصور اندثر، يعني 11 إلى 12 سنة الأمطار عليه يعني 2011 ما ادري ايش قد. المشكلة وين؟ انه احنا معامل بلوك ما عندنا، البلوك احنا بدنا نسويه بطريقة يدوية، فينتظرون على ما البلوك ينشف حتى يجيبون على عدد البلوك اللي يحتاجوه. بس انا استفاجأت بشغلة واحدة بس واللي اريد اسأل عليه، احنا عندنا وزارة اسمها وزارة الاعمار؟ هاي اول مرة اعرف انه عندنا هيك وزارة، لانه بالعراق ما دا اشوف اعمار. حسن الصالحي، اولا الدولة هي سامت برفع العقارات، تعطي للمستثمر الارض مجانا والمستثمر يقوم ببناء بسيط ويبيعها للمواطن باسعار خيالية. ثانيا يتم توزيع الاراضي ناس متنفذين لديهم اموال لا يعرف مصدرها، يقومون بشراء القطع وبعد ذلك يتحكمون بالاسعار بما يحلو لهم. حسام عبد الحسين يقول موضوع لا يقل خطورة عن الإرهاب والأمن الوطني، مافيات وعصابات متنفذة تتحكم بالأسعار ولديهم جيوش إلكترونية، لا يوجد قانون رادع لهذا جرائم، وبالعكس الحكومة لهذه المافيات داعمة. عباس البيات يقول هاي كلها بسبب الدولة، لو الدولة مخلية قانون صارم وتحدد سعر القطع والعقار بصورة عامة لما تمادى أصحاب العقارات. وجاسم الذهبي، الحرامية وسراق المال العام وغسيل الأموال المهربين سراق قوت المواطن، هم يشترون ويبيعون على بعضهم البعض. ملفنا الرابع نبدي من كربلاء، اللي وثق لنا احد المواطنين بالمحافظه حال حاويات النفايات بشوارع المحافظه التالفه وانتشار النفايات بالشارع، ويؤكد انه هذا الحال مو بس هذا المكان المذكور، لا منتشر بكافه ارجاء المحافظه. تعالوا نشوف سوية الحال. يا بلديه كربلاء الله يحفظكم، حاويه واحده ومسافه بعيده ومكسره، تعالوا خلينا نشوفها. نتمنى من دائره بلديه كربلاء يبدلون هاي الحاويات. ما معقول في شارع التحدي هذا الشارع بهذا الجمال، هاي حاوياته. تصور اليوم ايش قد تكلفتها هاي الحاويه؟ مو غاليه. ما عندنا سكراب يقدرون يستخدموه ويصنعون حاويات جديده، لا ابد. بذكر السكراب اتفرجوا المثنى مركزها السماوه، أحد المواطنين صور لكم المدخل الشمالي للمدينة والمنظر الأبد ملائق، واللي يعاني من إهمال وعدم متابعة من الجهات المعنية بسبب تراكم النفايات الزبالة والسكراب. تفرجوا. Thank you.
أشيل هذا السكراب، أودي المعمل الصلب والحديد، أذوبه، أسوي منه حاويات، أسوي منه عواميد مال كهرباء، أسوي من عنده هواية أمور، أخفف المنظر، وهذا منظر مدخل مدينة. بشرفكم هذا منظر مدخل مدينة. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، أول تعليق موجود ويانا من هيثم الفرطوسي: السماوة تحتاج حملة لنقل حي الصناعي والسكراب والمعارض وتحويلها إلى متنزهات وبحيرة لاستقطاب السكان للتنزه. عبيدة محمد: المشكلة الأكبر لا مناطق حصر إلها ومجاورة إلى جامعة. علاء الطفيلي: والله المفروض يشتغلون شفتين ثلاثة، هذا مدخل مدينة لازم يكمل بالسرعة الممكنة. وعايد عمار: مدخل يكون بهذا الشكل يجب أن يكون مرتب ويسر للناظر. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. المعلمون شهب كتب عليها أن تحترق لإنارة طريق تلاميذهم. هالسبب وجب علينا شكرهم، لكن المعلم بالعراق اليوم يعاني ما يعاني من معاناته. كثير ممن خرجوا عن الدرب سلكوا طرق غير صحيحة بالتعليم بسبب الفساد. ما أحكي عنهم، نحكي عن المعلم الحقيقي اللي يعاني من تفكير الأهالي واعتداءات التلاميذ، البعض منهم وأهاليهم عليه، اللي يعاني من عدم وجود منهاج رصين، اللي يعاني من عدم وجود أبنية مدرسية، اللي يعاني من غياب الوزارة بشكل كامل. احنا نريد نشكركم بالقول الشهير: قف للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، واللي تربينا عليها واللي عرفنا أهمية هذا الشخص بيومهم العالمي أو يوم المعلم بالعراق. قسم الانفوغرافيك أعدلنا هذا الانفوغرافيك عن المعلم، خلونا نسمعه. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. يوم المعلم هو هذا الهاشتاج اللي تصدر ترند العراق على منصة اكس مناسبة يوم المعلم العراقي. تفاعلوا العراقيين اللي صادف 1/3
من كل عام كتبوا بحساباتهم على منصة اكس عن الأسباب اللي أثرت على مهنة التعليم بالعراق بسبب سوء البيئة العامة داخل المدارس، هدر حقوق المعلمين من قبل الحكومة، طالبوا بضمان حقوق شريحة المعلمين وزيادة رواتبهم. دكتور جاسم الشمري غرد يقول: زميلاتي وزملائي من المعلمين والمدرسين، يا من تحرقون أعماركم وصحتكم من أجل الوطن، كل عام وأنتم بخير بعيدكم عيد المعلم. لو كنت أملك القرار لجعلت راتب المعلم والقاضي والشرطي أعلى رواتب الدولة بلا منازع، ولجعلت التأمين الصحي بالمجان لهم ولعوائلهم. أنتم شموع تحترق في سبيل الآخرين. وأحمد جمال: المعلم في العراق في عيد المعلم ينتظر راتب شباط. ونضال الحبيب يقول: رواتبهم دون حد المستوى ودون حد المطلوب، لا أرض حتى يأوي فيها، حلوا مشاكل المعلمين المتقاعدين بزيادة رواتبهم وقطعة أرض سكنية تليق بدور المعلم بدور المعلم في المجتمع. بكل دول العالم المعلم أرقى شريحة. وسيف الزوبعي: إذا أردت أن تهدم حضارة عليك بثلاث أمور: أولا هدم الأسرة، ثانيا هدم التعليم، ثالثا هدم القدوة. وللأسف حضارة بلاد الرافدين هدمت بهدم هذه الأمور الثلاث. هاشتاغ عيد المعلم، ذني تغريدات وغيرهن على منصة اكس كانت على هاشتاغ عيد المعلم. وفي الختام مشاهدينا الكرام، نقف إجلالا لكافة معلمي العراق من شماله إلى جنوبه، ونشكر كل من علمنا حرفا في مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي الجامعات العراقية. نقدم لهم الشكر الكبير في 1/3 عيد المعلم. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله القادم أفضل. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. انتظرونا. في أمان الله.